زراعة البز ببلدية تمجاد بولاية باتنا منطقة معروفة بتربية المواشي، فهي تدعم عدة ولايات شرقية. مؤهلات فلاحية لم تكن كافية لتستفيد المنطقة من مشاريع التنمية، فالمنطقة تنعدم لأبسط الضروريات. المنطقة هذه حوالي 30 واحد اللي يربيوا فيها في المواشي هذه، الخروف الموجه اللحم هذا هما اللي يربيوا فيه، وتقريبا سمعنا منطقة تيمقاد هي اللي يدعم فيها في الولاية تاع في اللحم وفي الولايات المجاورة خنشلا ومن البواقي الآخر، هما اللي يدعموا تقريبا يشريوا منا، يجيو حتى لهنا يشريوا ويروحوا. هذو كل راهم يعانيوا من الطرق، من الماء، من تريسيتي، كل عام يقولوا لنا السنه نديروا لكم سنه، يجي ويكيل ويروحوا يجيو. الماء راك تشوف البراج اللي هنا غير 500 600 متر ما كانش، حرم باش تروح تسقي بالسيتيرنا ما يخليوكش تسقي، يقول لك ممنوع. منطقة تعد مصدرا رئيسيا للحوم الحمراء تمون عدة ولايات شرقية، ما زال سكانها محرومون من أبسط ضروريات الحياة من كهرباء، ماء وشبكة طرقات. شنو جن داسي 2014 شن نتاعنا هذا شن نخدم ليه مقاد، ومن بعد وسيد دولة السرقانق هنا كيسمى باش نستعنق فيلاج سن القيدان شن صار كلشي مالنا ونبنى مالنا، وعدونا اسما وعدنا سي بريدان، وعدنا ستريسيتي، وعدنا سوامان، وعدنا بين الريفي. قمنا بطلب تسجيل عمليتين، اولا المياه الصالحه للشرب، ثانيا تزويد المشتى بالطاقه الكهربائيه. ورغم كل هذه الظروف ما زال موالو منطقة ذراع البز صامدون ويمارسون نشاطهم متحدين جميع الظروف والمشاكل.